السلام عليكم ومرحبا بكم كلكم متابعي برنامج أسئلة كورونا في هذا العدد الجديد اللي فيه بزاف ديال الأمور غادي نتكلموا فيها. كاين بزاف ديال المواضيع اللي غادي نهضروا عليها وبالتفصيل. احنا ديما معكم ومع المواضيع اللي نتوما كتكلموا عليها يوميا واللي كنعيشوها في هذه الأيام ديال الحجر الصحي. من البارح في الليل ملي تعلن ان الكمامات هذه اللي ولات ضروريه ومؤكده بالنسبه للناس اللي خارجين، ولكن خارجين للضروره القصوى. وزاره الصحه راه بدات كذلك تتوضح وتتبين وكتعطي مجموعه ديال النصائح والتوجيهات اللي خاص المواطنين والمواطنات يلتزموا بها ملي يبغي يحطوا هذه الكمامه ولا غادي يستعملوها، اللي هي الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه. وكذلك هذه الكمامات اللي غادي نشوفوا شنو الاهميه ديالها في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. وهذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه اللي كيحضر معنا فيها الدكتور هشام بلوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة. دكتور مرحبا بك. مرحبا بك سي صلاح الدين. عيطنا لكم لهذا البرنامج لان كاين مجموعة ديال الأسئلة ديال الناس، وكاين اللي ما عندوش الأسئلة ولكن ما فاهم شيء، تيسمع وتيقول كاين شي بلاغ وكاين شي حاجة وهذاك الشيء. علاش نتوما هنايا؟ باش نفسروا الناس الجوانب القانونية اللي محيطة من هذه الفترة كاملة. غادي نرجعوا ونشوفوا معكم إن شاء الله من اللي بدأ القانون ديال حالة الطوارئ والحجر الصحي، الطوارئ الصحية وكذلك الحجر الصحي، وغادي نشوفوا الأهمية نتاعهم، وغادي نشوفوا شنو هي الضوابط القانونية وكيفاش خصنا نتعاملوا باش نكونوا فعلا كنا مواطنين كلمة واحدة. ياك هذا هو الموضوع اللي تنتوما باغيين تكلموا فيه مع المواطنين. احنا سبب التواجد ديالي اليوم جيت من الرباط باش نشارك معكم في هذا البرنامج باش نتكلموا مع المواطنين على ود هذه الكمامه اللي احنا لابسينها اليوم. أيه. واللي راها ضروريه لانها كتحمي الحياه ديالنا. نعم كتحمي الحياه ديالنا ومهمه في هذه الوضعيه اللي رحنا فيها. فاذا الحاله الصحيه بلادنا مع الفيروس ديال كورونا كل يوم كنسمعوا ليها مع وزاره الصحه اللي راها علنات اليوم على ارقام جديده العدد الاجمالي ديال حالات الاصابه، يعني شحال ديال الناس فين وصلنا اللي راهم تصابوا بهذا الفيروس. رحنا وصلنا ل 1184 حاله، يعني راه بواحد الزياده غير اليوم تزادت واحد 64 حاله، والوفيات وصلت ل 90 حاله، اي كاين واحد الزياده ديال 10 ديال الحالات ديال الوفاه من 6 ديال البارح حتى ل 6 ديال اليوم. الله يرحمهم جميعا ويوسع عليهم في هذا النهار. هذا في نفس الوقت كيف تتشوفوا قدامكم في ديك الارقام، فوزاره الصحه كتقول لنا بان الحالات ديال الشفاء ولا المتعافون هو داك اللي مكتوب بالخضر عندكم في الشاشه على اليسار الفوق، إذا 93 حالة اللي وصلنا لها ديال الشفاء، أي اليوم راهم تزادوا واحد 12 ديال الناس اللي راهم تشافوا، والله يشافي المرضى ديالنا والمصابين ديالنا جميعا يا رب. والترتيب مازال مدينة الدار البيضاء أو لا جهة الدار البيضاء سطات هي الأولى في عدد الإصابات، الجهة الثانية اللي تابعت الدار البيضاء سطات هي جهة مراكش أسفي، ثم متبوعة بالرباط سلا القنيطرة، ثم جهة فاس مكناس. هذا الشيء كله تبين بأن تزايد حالات المخالطين من بعد التتبع ديال هاد المخالطين اللي تم التتبع ديالهم حتى اليوم اللي هما 8181 ديال هاد الحالات، وتم الاكتشاف هاد الشيء راه غادي يقولوا لنا سي اليوبي، راه تم الاكتشاف ديال 374 حالة من هاد الحالات ديال المخالطين. نسمعوا السي اليوبي ونرجعوا. هناك ديناميكية مركزة حول بعض البيوت او بعض العائلات في الوسط العائلي، حيث لا زلنا نسجل تزايدا يوما بعد يوم للحالات التي نكتشفها ضمن التتبع الطبي للمخالطين خاصه في الوسط العائلي، حيث بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم الى
الى الساعه الى حد الساعه 8181 مخالط، وبلغ العدد الاجمالي للحالات المؤكده التي تم اكتشافها عبر هذا التتبع 374 حاله. هناك اكثر من 15% الذين لم تكن تظهر عليهم علامات للمرض، و 50% كانت لديهم 70% كانت لديهم اما حاله صحيه بسيطه او حميده، فيما 14.4% هي الحالات التي كانت الحاله متقدمه او حرجه. معدل اصبح الان 48 سنه، معدل الحالات المؤكده 48 سنه، ويتراوح ما بين شهرين كحد ادنى و96 كحد اقصى. اذا سي محمد اليوبي اللي هو مدير مديريه الابوئه بوزاره الصحه، انتم كيف سمعتوه اليوم راه تكلم على اولا ديال مديريه الاوبئه بوزاره الصحه، راه تكلم اليوم على الحالات ديال المخالطين راها في ارتفاع داخل الوسط العائلي، وهذا الشيء علاش خصنا نبقاو في الديور ديالنا وما نبقاوش خارجين داخلين؟ علاش؟ لان هادوك الناس اللي تيبداو خارجين داخلين راهما اللي ملي تيخرجوا تيبداو يعرضوا العائلات ديالهم والناس اللي تيختلطوا معاهم تيعرضوهم للخطر ديال الاصابه. راه خاصنا نفهموا شنو هو هذا الحجر الصحي، وعلاش دار، وعلاش كذلك دار ليه واحد القانون اللي راه كيسري على الجميع، اللي خرق قانون حاله الطوارئ الصحيه راه دابا الامور راه صعيبه وراه ما غاديش يكون واحد التساهل مع اي واحد فينا، لان كيف قلنا راه قانون تيسري على الجميع، والصحه اللي كتهمنا هي الصحه ديال جميع المواطنين. هي اسئله متعدده ديال الناس حول الحجر الصحي والصبغه القانونيه ديالو، شنو اللي خاصنا نعرفوه في هذا القانون وعلى من غادي يطبق. هاد الشيء اللي غادي نناقشوه معكم الدكتور هشام بلاوي، انتم هما الكاتب العام ديال رئاسه النيابه العامه. اولا شنو سمعتي الارقام اللي اعلنت عليها اليوم وزاره الصحه؟ اكيد راكم متبعين التطور الوبائي في البلاد. بدايه شنو هي الكلمه الاولى اللي باغيين تقولوا للمواطن؟ شكرا سي صلاح الدين. اعتقد بانه المغاربه اليوم في هاد الجائحه ديال كورونا كلشي ولا كيتبع الاخبار، وربما ولينا عندنا واحد الوقيته اللي كنمشيو نسمعوا الحاصله ديال كل نهار، وربما هذا ولا كيعطينا واحد الاحساس ولينا كنبغيو نسمعوا كل نهار نسمعوا شي حاجه اللي مزيانه، اللي ربما الحالات نقصوا الوفيات قلالوا. فاذا هذا الشيء كامل راه حنايا حنا اللي مسؤولين عليه، حنا كمواطنين حنا يمكننا نساهموا في الرفع ديال هذه الحالات او نقصوا منهم. باش هو الا التزمنا بالتعليمات الصحيه اللي كتعطانا، الا التزمنا بالبيوت ديالنا وما نخرجوا الا للضروره، الا التزمنا كذلك بالاجراءات اللي دارت السلطات العموميه واللي كيبان فيها واحد الجانب وقائي باش اننا ما نصابوش بالعدوى ديال الكورونا، ومن ضمنها الكمامه. اييه غادي نرجعوا للكمامه، لان راه هي الموضوع ديال الساعه وهي اللي كلشي تيهضر عليها، لان انتم كيف سمعتوا راه القانون كاين وضروره الالتزام بالقانون راه واجب وطني وكذلك واجب اخلاقي، خاصه في هذه الظروف وهذه الازمه الصحيه اللي راها صعيبه على بلادنا وعلى احبابنا وعلى كل المواطنين. داك الشيء علاش الوكيل العام الملك رئيس النيابه العامه راه قال كل المسؤولين القضائيين في المحاكم وداك الشيء كلشي باش يعلمهم انهم ابتداء من اليوم غادي يبداو يطبقوا بشكل صارم وحازم لدوك المقتضيات القانونيه المتعلقه باي واحد غادي يخالف الحمل ديال الكمامات خلال فتره الحجر الصحي. هذا البلاغ هذا شنو هي الروح ديال هذا البلاغ هذا؟ هذا البلاغ الروح ديالو هو تيستند البلاغ اللي دارته وزاره الصحه ووزاره الداخليه ووزاره الاقتصاد الماليه ووزاره الصناعه، اللي كينص على الالزاميه اللي كيقول راه الان اصبح ضروري واجباري نديروا الكمامه. اي واحد فينا عنده الرخصه الاستثنائيه باش انه يخرج، وهنا بغي نوضح راه ما كيعنيش هذا اللي عنده الكمامه يخرج،
راه ما يمكن له يدير الانسان يدير الكمامه غير اللي في الاصل عنده الرخصه وعنده الوثيقه ديالو اللي كتعطيه الحق باش انه يخرج الشارع، يا اما يمشي يتقضى يا اما يمشي المحل ديال العمل ديالو. وهذا معناه بانه اللي كيخرج يا اما ما عندوش الحق وما يديرش الكمامه راه كيولي يطبق عليه وكيتعرض للعقوبات اللي كاينه في القانون. وحتى الانسان حتى المواطن اللي كيخرج وعنده الوثيقه وعنده الرخصه ديالو ولكن ما عندوش كمامه حتى هو راه كيولي الان كيتعاقب. واخا غادي نشوفوا الا سمحتي لي نشوفوا الاسئله ديال المواطنين عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي سواء عبر الفيسبوك تويتر والانستغرام وكذلك الرسائل النصيه اللي كتكتبوها وكتصيفطوها لنا في الواتساب. غادي نشوفوهم كلها حول الكمامه والحجر الصحي. نسمعوا لهذه الاسئله ديالكم مع اسامه العبادي. سؤال من عديل رنيم. انا كنت خارج غير الحانوت حدا الدار وبالصدفه شدني رجل سلطه قال لي فين هي الكمامه، قلت ليه راه الحانوت حدا الدار وعطاني غرامه ديال 300 درهم واش ضروري نخلصها؟ سؤال من مروان الجعدي. الكمامات ها هما خرجوا البارح تيتباعوا وشفنا شي فيديوهات تيقولوا الكمامات اللي خرجوا كمامات اللي ما تيحميوش 100%. سؤال من ايوب رصيف. بقينا تنظروا عليها حتى جانا الفرد ديال الكمامات، دابا السؤال المطروح واش هاد الكمامات عندها شي دور كبير في الحمايه من كوفيد 19؟ سؤال اخير من يوسف مجدوبي. اللي خرج بلا كمامه شنو هي العقوبات اللي تتسناه؟ واخا وقيلا كنعتقد استاذ نبداو من هاد السؤال هذا اللي هو الاخر، اللي خرج بلا كمامه شنو هي العقوبات اللي غادي تطبق عليه؟ اللي خرج بلا كمامه العقوبات اللي غتطبق عليه هي كاين غرامه ماليه اللي هي من 300 درهم 6000 ريال حتى 1300 درهم، وكاين عقوبه حبسيه اللي هي من شهر حتى 3 شهور. وبالتالي كل واحد فينا خرج للشارع وما عندوش الكمامه راه كيتعرض لهذه العقوبه، بالاضافه هذه العقوبه هي نفسها الا خرجنا وحنا كذلك ما عندناش ورقه. فاذا كتولي جوج ديال الحوايج، كتولي جوج ديال الحوايج واش غادي يخلص جوج بروسيات؟ هنايا كاين اليات ديال القانون ما كيمشي في المحكمه، فهي ذاك الساعات كنشوفوا هذاك واش داير لنا هذا الشيء بالعاني ولا واش جالس يتفلى وهذا الشيء وباغي يديروا غير هكاك، او لا راه النيه ديالو صادقه وبصح راه حاجه في هادو راه ما التزمش بها. انا كنبغي هنا نقول للمغاربه ونقول للمواطنين بان هذا الوقت ماشي ديال الاستهتار، هذا الوقت ماشي ديال البسطو، هذه واحد كنصارعوا الموت. باش كنصارعوا الموت كاين مجموعه ديال الحوايج خصنا نديروها، من ضمنها هذا الجانب الوقائي اللي من ضمنه انه نستعملوا الكمامه. فبالتالي الله يخليكم اللي ما عندوش غرض باش يخرج للدار للزنقه وما عندوش الوثيقه يبقى في دارو جالس، واللي عنده الرخصه وغادي يخرج لسبب اللي هو كاين في الوثيقه ديالو فيهز مع الكمامه، لانه راه الا وقفوه السلطات العموميه ولقاو ما عندوش كمامه راه القانون غيطبق في حقه. وما يمكنش نقول انا نسيت او انا يرى لا ما هزيتهاش او ما عنديش. الدوله راه وفرات عدد كبير ديال الكمامات اللي كاينه في يعني في المحلات اللي كاينه في الصيدليات. وهنا نبغي نشير الله يخليكم راه اليوم بانوا بعض الحوايج بعض المظاهر والمناظر اللي شفناهم الزحام والنوبه واللي كيدي ماشي هذا الهدف علاش كاع دار واللي كيدي المئات. الله يخليكم راه ما نريبوش داكشي اللي حنا كنبنيوه. إذا كنا غنمشيو نجمعوا ونمشيو ونتكاثروا وننقلوا راسنا العدوى الله يخليكم نديروا شويه النظام، وراه الكمامات راهم كاينين وكاينين بعدد كبير وراه غادي يكونوا راه الاشاره ديال المواطنين. الاستاذ بالنسبه كاين اللي كيقول لك بان راه هو عنده الكمامه صافي انا غادي نخرج الكمامه، ولكن هو مشى تيتسابق ومشى تيتجارى وتيقلب على ديك الكمامه غير باش يخرج، غير باش انه يكون عنده وما يخلصش ما يوقعش تحت طائله القانون ما يطبقش عليه هذا القانون هذا الجديد. واش هذه الكمامه تعني الحق في الخروج؟ واش غادي يمكن نفسروها بان راه واحد الحق في الخروج؟ هذه الكمامه ما كتعطي حتى شي حق للخروج، هذه الكمامه الزام كتزيد واحد الالزام على الناس اللي عندهم في الاصل واساسا الحق انهم يخرجوا يديروها. اما اللي كيعتقد وكيفكر بانه صافي راه عنده الكمامه راه ما كاين والو كيخرج الشارع، لا سيدي راه هنا راه يمكن القانون غيطبق عليك والسلطات يمكن لها توقفك ودير لك مخالفه ويمكن لها انه تصدر في حقك عقوبه. فبالتالي لاش حنا غادي نمشيو لهذه المواصله هذه؟ كل انسان جلسوا في ديورنا راه الان في واحد الفتره حرجه اللي المفروض اننا نتوخاو فيها الحيطه والحذر
ونجلسوا في ديورنا. وهذا الكمامه راه يديرها غير الانسان اللي عنده الرخصه واللي عنده الوثيقه وغادي يخرج. اييه، وكثير من الناس تيسولوا على الاهميه ديال الكمامات وعلاش ما خاصناش نخرجوا بلا هذيك الكمامه ولا البافيت ولا كلها وشنو تيسميها. غادي نشوفوا الاسئله ديالكم ونرجعوا مع الضيف ديالنا. ما كيشاهد الجميع فان حالات الاصابه بفيروس كورونا كيتجاوز 1000 اصابه في المغرب، اللي هو خطير ان هذا الفيروس دخل للوسط الاسري. وهنا كنبقاو حنا كارباب الاسر كنتسائلوا شنو هي الشروط ديال الوقايه داخل المنازل اللي يمكننا نتخذوها. داروا هذا القرار ديالكم ما غادي يخرج اليوم الصباح قبل وقت قلبوا قلب في الكوتير قلب في زون دو مون ديال 2 مارس في لي زونفيرون ديال مولاي يوسف جي ريان تروفي. معكم فريد المستحي من اقليم تاونات. اطار الكلام اللي سمعنا حول يعني الاجراءات الصحيه اللي كتهم حتى داخل المنازل، يعني بعد تكون هذه البؤره المرضيه واش وصلنا للحد فين نستعملوا الكمامات داخل المنازل؟ وشكرا جزيلا. شوف دابا هذه الكمامه هذه صحات ضروريه، والانسان اللي بغى يخرج لخدمته او اللي يتسخر صبحه ضروري يديرها. مي كنشوف الاثمنه اللي حطوا بها المحلات ماشي هي اللي حطت الدوله. علم الجميع ان بؤر الوباء انتقلت من المدن والاحياء الى بعض الاسر المغربيه، وفي ظل هذا الوضع هذا اللي وصلنا له شنو هما طرق الوقايه اللي يمكن اننا نتبعوهم في البيت باش ما يكونش عندنا واحد البؤر ديال الوباء في الاسر ديالنا؟ معكم اشرف الطريبق من مدينه سيتي طوان. سؤالي هو شنو هي الاجراءات الوقائيه اللي خص الانسان يديرها داخل المنزل ديالو باش يحمي راسو ويحمي عائلته؟ واخا سمعنا دابا مجموعه ديال الاسئله والناس كتسول على كيفاش مزيان اننا سمعنا هاد الاسئله هادي، وماشي بزاف ديال الاسئله اللي تيقول لك لا فين غادي نلقى هاد الكمامه، ولا لا راه بغيت نشريها انا وما لقيتهاش عند مول الحانوت وفين نمشي. مزيان اننا ولينا تنهضروا كيفاش نستعملوا الكمامه ولاش نستعملوها وكيف هاد الشيء. علاش راه وزاره الصحه راه خرجات مجموعه ديال المعلومات ومجموعه ديال الامور اللي كتوضح فيها الطريقه كيفاش استعملوها. اولا غسلوا يديكم بالماء والصابون، غسلوا يديكم مزيان بالماء والصابون وديروا المواك. ملي تبغي تقيس هاد الكمامه هادي دابا بحال مثلا انا الا بغيت نديرها خصني ندير المعقم ديالي وعاد نشد الكمامه وندير لها هكا، لان في ديك اللحظه انا قست هاد الشيء هذا وقست بزاف د الحوايج خصوصا الا كنت على برا تيخصني ندير هاد العمليه هادي. نتاكد بان الكمامه ما فيها شي ثقبه، ما مشي متقوبه ولا مقطعه ولا هادي، وندير هاد الواجهه هادي اللي فيها التنيات هي اللي كنديرها على برا فين متنيه، ماشي اللي متنيه هي اللي ديرها لداخل عندك انت، لا ديرها على برا ودير لها بحال هكا. وملي تركب الكمامه ديالك غادي تجي عند المنخار ديالك عند النيف وغادي تبرك عليه من هنايا، غتبرك عليه من هاد البلاصه باش ياخذ الشكل ديال، ومن هنا من التحت هبطها حتى لتحت الدقن ديالك ولا اللحيه ديالك هنايا باش تاكد بان الكمامه راها صالحه للاستعمال، حيت هذه هي الشروط نتاعها وهكا تيخصك ترتديها. وكذلك ملي غادي ترجع وتحيد الكمامه غسل يديك تغسلها مزيان. كاينين هاد الكمامات هادي راه كيف شفنا وكيف فسروا لنا المجموعه ديال الدكاتره اللي دازوا معنا هنايا، راه المده ديال الصلاحيه ديالها 4 سوايع، وراه قلنا لكم يا ودي راه 4 سوايع كافيه لك في سيمانه كامله الواحد من اسره كامله واحد يخرج المده، راه عنده 4 سوايع باش يستعمل هاد الكمامه يمشي يقضي داك الشيء اللي خاص الناس الاخرين، ماشي كلنا مشينا تنتهافتوا على هاد الكمامات. وكاينين الله يهديهم شي وحدين راه اليوم علمنا بان تم التوقيف ديال شي وحدين اللي مشاو تيجمعوا دوك الكمامات، مشاو تيجمعوهم الله اعلم شنو باغيين يديروا بهم باش يبيعوهم واش بالتقسيط بثمن واحد اخر ولا هادي. احنا تنشوفوا المديريه ديال الامن الوطني، العمال الامن الوطني راه تتقول لك بانهم وقفوا واحد الشخص بمدينه اكادير وتم اخضاعه لتدبير الحراسه النظريه للاشتباه في التورط ديالو في المضاربه في الاسعار ديال الكمامات الواقيه.
هذا الشيء هذا شنو تيقول فيه القانون؟ نبغي هنا نشير بانه راه هذا القانون ديال انه باش يولي ملزمين يديروا الكمامه راه دخل اليوم بدا تطبق، وبالفعل راه اليوم راه القوات العموميه وعناصر الشرطه ولا الدرك راه وقفوا مجموعه ديال الاشخاص مجموعه ديال المدن اللي ما عندهمش الكمامات، وراه هاد الناس راه تم التوقيف ديالهم وراه تحرر لهم محاضر وراه غيتقدموا العداله. فاذا راه هاد النهار راه القانون بدا كيطبق وراه كاين ناس للان كيخضعوا للبحث بسبب انهم خالفوا هاد المقتضى وانهم ما داروش الكمامه ديالهم. فاذا راه القضيه راه جديه وراه هاد المسائل راه خصنا ناخذوها على محمل الجد، راه ما فيهاش لان ما غاديش نتساهلوا، راه يمكننا نتساهلوا في امور واحده اخرى ولكن مساله الصحه ما يمكنناش اكثر من ذلك. نعم. الدول اللي عانت من كورونا كامله اكتشفت بانه العلاج ما كاينش علاج مثالي من غير العلاج اللي هو الان تبت النجاعه ديالو، هو الحجر، هو التباعد، هو العزله في المنازل. وهذه الدول هذه البعض منها اللي عرف واحد الوتيره كبيره ديال الحالات ديال الاصابه دار مجموعه ديال الاجراءات احترازي الوقائي بما فيها الكمامه، ومجموعه من الدول راه دارت عليها عقوبه، راه كاين اليابان، كاين هونغ كونغ، كاين نيوزيلندا، كاين حتى دول اوروبيه اللي هي كاين تشيك اللي هي كاين النمسا. اذا الان ولا السباق ماشي السباق ولا الان هو انه تسارع تقلب على اشياء استباقيه احترازيه. ايوه من ضمن هذه الحوايج من ضمنها هذه الكمامه، ويمكن في المستقبل تكون اشياء اخرى، لانه حتى منظمه الصحه العالميه يعني منذ يومين راه دارت توصيه لانه بان بانه امام ارتفاع الحالات وامام سهوله الانتقال، هذا الفيروس بقى صعيب، الصعوبه ديالو انه كينتقل بسرعه والصعوبه ديالو كذلك انه كيبقى بزاف الهواء. فاذا هاد من كان نديروا البافيت ولا كان نديروا الكمامه راه يمكن حتى حنا نكونوا مصابين، حتى حنا يكونوا فينا الاعراض ولكن ما حاسينش بها، كنحميو الغير. وكذلك هذاك الاخر اللي كيدير حتى هو الكمامه راه كنحميو نفوسنا منه. وهنا نبغي ندير غير واحد الرساله ونشير. نعم. ربما حنايا واحد الشريحه فينا كمواطنين كنشوفوا هذاك اللي مريض غير هذاك، ما كنشوفوش نفوسنا، ما تنقولوش حنا ما كنحطوش راسنا في بلاصتو ونقولو كون جانا حنايا مسكين راه واحد فلان في واحد في الحومه الفلانيه راه حتى هو راه لقى عنده كورونا، ما كنقولوش راه واحد النهار هذه كورونا راه حتى هي جينا. فاذا هذا الاحساس بالخطر، هذا الاحساس بالصعوبه ديال هذا الفيروس هو اللي خصو يخلينا اننا نخمو مزيان ونفكروا في الصحه ديالنا. والا ما الا كان الصحه ديالنا الواحد فينا مستهتر فيها فراه كاين الصحه ديال باقي المغاربه ما خصوش يستهتر بها. نعم، هذه مرتبطه بالناس اللي خصهم يخرجوا، هذا تيرجعنا للقانون الاول اللي كان خرج ديال الحجر الصحي ولا حاله الطوارئ الصحيه. وهذا القانون هذا احنا شفنا كيفاش نهار فاش خرجوا وقالوا الاعوان السلطه بانهم غادي يسلموا وكذا، وشفنا كيفاش مشات الناس تتهافت على هذا الشيء وكل شيء تيجري على هذيك الورقه هذه، الهدف ديالو هو يخرج. نفس الشيء شفناه مع هاد، بغينا بعدا غير نعرفوا واش كاينه شي ارقام على الناس اللي تمت المتابعه نتاعهم في اطار القانون ديال الحظر الصحي. بالفعل من دخل هذا القانون في 24 مارس حيز التنفيذ راه مجموعه ديال الناس اللي هما خرقوا هذا الخرق، اللي هما خرقوا هذا الحجر الصحي وخرجوا للزنقه بلا ورقه، كاين اللي خارج مور 6، كاين اللي خارج غير كيتسارى. فهاد الناس هادو اللي خرقوا هاد الحاله الطوارئ راه تم المتابعه ديالهم وتحركات المتابعه الى حدود هاد الساعه اللي كنتكلموا فيها حوالي 10,000 شخص اللي تم المتابعه ديالو، من بينهم 623 شخص اللي تم الاعتقال ديالهم وتعتقلوا بسبب انهم ارتكبوا وقاموا بواحد الافعال من خرجوا للشارع، كاين اللي ناض كيسب الشرطه، كاين اللي ناض كيهدد، كاين يعني. نعم. وفهنا واحد كنقول كذلك واحد الرساله للمواطنين. نعم. الله يجازيكم بخير، هاد الناس راهم في الشارع 24 ساعه 24 ساعه، خلاو ولادهم ومغامرين بصحتهم، علاش؟ على ود صحتنا حنايا. على ود صحتنا حنايا. فاذا نسهلوا لهم المهمه ديالهم، وراه كاين حوايج اخرى ما دير هاد السلطات، فنسهلوا المهمه ديال هاد الناس ونلتزموا، من يوقفونا نعطيو الوثيقه، واللي ما عندوش وثيقه يجلس في داره. ودابا كاين اللي كيفهم هاد الحجر الصحي تيقول لك اسيدي حتى لسته د العشيه وعاد ندخل انا بحالي. راه كاينين بحال هاد الناس. راه ما تيفهموش بان الحجر الصحي راه على الجميع.
راه ما تيخرجوا كيف قلتوا الا للضروره القصوى. راه الغايه لو ما كانش الغايه ديال الحجر الصحي هو كل انسان يلزم بيته يريح في داره الا ما عندوش الضروره وما عندوش الاذن مكتوب، وهذا الشيء راه دارته مجموعه ديال الدول. والا شفنا غير بعض الدول اللي قريبه لنا راه كاين يعني عدد التوقيفات كثير اكثر منا وعدد المخالفات اكثر. مثلا خدينا غير فرنسا راه غنلقاو اكثر من 340 الف مخالفه دارت، وغنلقاو داكشي والثمن طالع داكشي المخالفات. مثلا فرنسا غنلقاو بان العقوبه كتوصل حتى 6 شهور، غنلقاو الغرامه كتبدا من 135 من 7000 ريال حتى 4 ديال المليون. نفس الشيء غنلقاو بلجيكا، غنلقاو في هولندا، يعني راه عقوبات اللي هي شديده. وهاد الدول هذه راه ما جاتش ودارت هاد الشيء هكاك، راه في الوقيته اللي الانسان ولا الواحد كي يغامر بالحياه ديال الاخرين راه خاص القانون، وخاص نديروا اليات ديال القانون باش نردعوا هاد الناس، لانه الصحه والحياه ديال الانسان والحياه ديال المواطنين راه ماشي هي واحد الحاجه اللي يمكننا نتلعبوا بها. وانتم سمعتوا شنو قال لكم الدكتور هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسه النيابه العامه، راه هضر معاكم بواحد التعقل بواحد التبصر، وراه تيوريكم بان هاد القوانين هادي كدار راه باش تحمي المواطنين، راه ماشي باش غادي نجيو نعطيو البروسيات لعباد الله وهادي، واللي ما بغاش كاع هادشي غير يجلس غير في دارو يتهنى كاع وغادي يهنينا حتى حنايا. علاش؟ لانه هكا غادي يكون تيساهم اكثر من داك الشيء، راه غادي يكون تيساهم بشكل كبير في انه يحمي الصحه ديالو، يحمي الصحه ديال الاسره ديالو، ويحمي حتى الصحه ديالنا حنايا كاملين ديال جميع المغاربه بدوك التصرف وانه يبقى في الدار نتاعو. راه بالنسبه لحاله الطوارئ الصحيه راه ماشي حتى لسته العشيه عاد تبدا حاله الطوارئ، حاله الطوارئ راه هي طيله اللي ما عنده ما يدار، اللي جالس يجلس في الدار ديالو ويبقى مع وليداته ويقابل الامور ديالو من نظافه من تتبع صحي ويشوف الامور اللي هي مهمه، ماشي غادي نبقاو خارجين داخلين وغادي يولي كل واحد هذا عنده بحال اللي سي باسي ولا بحال الا عنده شي بطاقه تتحل له البيبان، انا داير الماسك ويمكن لي نخرج ويمكن لي نمشي ندير اللي بغيت. لا راه هكاك، راه كيف قال لكم السي البلاوي راه هاد الشيء هذا راه غادي يجبد علينا المشاكل الكبيره وغادي يجبد عليكم المشاكل الكبيره. الله يخليكم، خليكم في الديور نتاعكم. وفوق من هاد الشيء، هاد الشيء كله راه تيدار لمصلحه عامه، راه بحال داك الصندوق اللي دار اللي كانت تبرعوا فيه، وكاين واحد الرقم ديال الحساب البنكي اللي بغى يتبرع فيه باش ما بغى، ها هو الحساب البنكي قدامكم، الله يخليكم خذوا الورقه والستيلو ونقيدوا هاد الارقام هادي. واللي با تبرع ولا اللي مازال ما تبرع كل شيء بغينا انه يتبرع باش نزيدوا نواجهوا هاد الجائحه هادي ديال كورونا، لان فيها جزء كبير راه تيمشي للصحه، والجزء الاخر راه تيمشي باش تنساعدوا هاد الناس هادو كلهم، باش تيتساعدوا هاد الناس هادو بانهم يلقاو باش يقضيو باش يعيشوا. وراه كلشي شفتوا بان الناس ديال السي ان اس اس بداو تياخذوا البركه ديالهم، والناس ديال الرامي حتى هما راهم بداو تياخذوا الامور نتاعهم، والناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه راهم جايين في الطريق راهم بداو تيتقيدوا دابا وتيعلموا براسهم. وحتى انتم الناس حتى اللي ما عندوش واللي عنده غير التليفون ويمكن له يساهم غير ب 10 ديال الدراهم، ها هو الرقم قدامكم ديال 1919، غادي تساهموا بواحد 10 دراهم برساله وحده غادي تصيفطوها ديال الاس ام اس لهذا الرقم هذا. هاد الشيء كله لان هاد الصندوق هذا راه جا بواحد الاراده ملكيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس باش نواجهوا، كان استباقي في الرؤيه ديالو باش نلقاو باش نواجهوا هاد المشاكل الكبيره اللي دول كبيره هما جيراننا وراهم محلو فيها وغارقين فيها. داك الشيء علاش تنقولوا لكم. وكثر من هذا الشيء كاين واحد الموضوع وحنايا تنتكلموا على هذه المساله، كاين تنهضروا على الناس اللي في المؤسسات السجنيه، هاد الناس هادو شفنا كيف جا واحد العفو ملكي على واحد المجموعه ديال الناس، هاد العفو الملكي اللي كانت فيه حتى هو واحد الرؤيه واحد التبصر شكون هما هاد الناس هادو اللي استفدوا وعلاش استفدوا هاد الناس هادو من هاد العفو في هاد الظرف هذا اللي راه حنايا فيه. وكما تكلمتوا هاد الظرفيه اللي كتعرف انتشار واحد الوباء، وكان هاد الرؤيه السباقيه واستراتيجي ديال جلاله الملك الله ينصره اللي جا هاد العفو الملكي
اللي عفى على مجموعه ديال الناس اللي الظروف ديالهم كيعرفوا يا اما هشاشه صحيه او لا الظروف ديالهم بالنظر لانتشار او خطوره انتشار العدوى بيناتهم، فجهد العفو الملكي اللي فيه واحد الرأفة، واللي هاد الناس واخا خرجوا من السجن فراهم دارت لهم الفحوصات ودارت لهم التحاليل، واكثر من ذلك راه التزموا باش انهم يلتزموا بالحجر الصحي داخل المنازل ديالهم، باش ما تكونش داكشي اللي الغايه اللي على اساسها كان هاد العفو انها تفرغ من المحتوى ديالها. فاذا حتى هاد الناس اللي خرجوا فراهم غيلتزموا بالحجر الصحي في المنازل ديالهم. وهذه كذلك واحد الاشاره اللي نبغيو نقولوا للناس، راه انتم كتشوفوا الوضعيه، فراه الحياه ديالنا راه هي بين يدينا، والحياه ديال غيرنا يمكننا ناثروا فيها بسبب السلوكات ديالنا اللي تكون عوجه. صحيح. وهذا كيعني حتى الناس اللي غيديروا الكمامه ويكون عندهم الرخصه ويخرجوا، كل واحد يفكر، الا ما كانش كيفكر في البعيد يفكر في القريب، يفكر في وليداته، راه غادي يرجع للدار، راه عنده مراته، راه من غير يرجع للدار راه لا قدر الله وجا هو اللي حامل ذاك الفيروس، راه ما كان اعتقدش كيفاش الحياه ديالو غيعيشها من بعد الا كان هو السبب باش نقلوا من ذاك العدوى. نعم. فاذا حتى اللي غيخرجوا الله يجازيكم بخير، ديروا الاحتياطات ديالكم اللازمه، واخا تخرجوا بالكمامه وعندكم الرخصه، دائما كنأكد الا عندك علاش تخرج، فرغم ذلك ديروا الاحتياطات ديالكم اللازمه باش ما يكونوا شي سبب باش اننا نأذيو ناس اخرين، وواحد النهار اللي نبقاو نتأسوا على هذه الوضعيه هذه. كذلك هانتوما سمعتم اللي راه هي الضروره القصوى، الله يجازيكم بخير عاد نخرجوا، لان راه الحاله الوبائيه كيف شفتوا كيف سمعتوا مع السي اليوبي ديال مدير مديريه الاوبئه في وزاره الصحه، هانتوما شفتوا الارقام كيفاش دايرين، وغادي نعاودوا نشوفوا هاد الارقام هذه، غادي نشوفوها معكم، غادي نشوفوا هاد الارقام هذه لان مهمه، وبها غادي نساليو، لان كاين هاد الارقام اللي قدامكم هانتوما تتشوفوها ديال في شحال من حاله اللي وصلنا لها 1184، وهانتوما تتشوفوا داك المنحنى هذاك اللي راه هو غادي بالاحمر، دوك النقاط اللي راه قدامكم غاديين بالاحمر، هذاك التطور ديال الاصابات من نهار بدينا في 2 مارس حتى لدابا 7 ابريل، اليوم راه شويه راه هبطات ديك النقطه، راه هبطات واحد شويه لتحت، نتمناوها على الله الا بقيتوا كلكم ملتزمين وبقى كلشي ان شاء الله ملتزم ونزيدوا في الالتزام نتاعنا ونقللوا من الخروج نتاعنا، راه ان شاء الله يمكننا نبداو نشوفوا شي بوادر، راه ولكن هذا راه ما تيعني شيء، راه ما عارفينش اش كاين غدا، هاد السيمانه هادي كلها راه هي مهمه وحرجه، مهمة في تطور الوباء، باش إلا بغينا نقضيو عليه خصنا نكونوا الله يخليكم نكونوا كلنا يد واحدة، ونكونوا كلنا كلمة واحدة، ونكونوا كلنا بهدف واحد، هو أننا خصنا نقضيو على هذا الوباء هذا، ونرجعوا إن شاء الله للحياة الطبيعية نتاعنا. إذا في ختام هذا العدد الخاص اللي خصنا الموضوع ديال الكمامات، واللي اصبحت ضروريه ومؤكده، راه بالقانون دابا هذا الشيء هذا ضروري ومؤكد، اللي غادي يخرج ليه الضروره خصو يدير هذه الكمامه. كذلك هضرنا على موضوع الصحه ديالنا والوضعيه الوبائيه في البلاد، وشنو وقع مع الفيروس، واش هذا الشيء اللي حنا فيه، والحاله ديال الاصابات، واش الحاله صعيبه ولا شنو خصو يدار. الكمامه غادي نعاودوا نقولوها لكم، راها ضروريه للخروج والاختلاط، ماشي غير وكذلك مع الاجراءات الاخرى، ماشي غير هي بوحدها، ولكن ديروا الاجراءات الاخرى ديال النظافه ديال التعقيم ديال المسافه القانونيه فين ما مشيتوا، وهكا غادي يمكننا نساهموا باننا غادي نحافظوا على الصحه ديالنا والصحه ديال الاخرين. الاسئله ديالكم ارسلوها لينا مصوره على الرقم الهاتفي اللي مولفين كتصيفطوا لنا فيه، كذلك المكتوبه يمكن لكم تصيفطوها لنا على مواقع التواصل المبينه امامكم. اخيرا كنقول لكم مره واحده اخرى، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير الا ما التزموا غير في هذه السيمانه هذه، نزيدوا في الالتزام نتاعنا، نزيدوا في الالتزام نتاعنا، نقللوا من الخروج، نقللوا من الخروج لاقصى حد. بالنسبه للناس اللي هضروا على الكمامات وقال لك ما لقيناهم شيء، راه ماشي كلنا خصنا نمشيو ننزلوا في خطره واحده نمشيو نقلبوا على الكمامات، راه داك الشيء تيوصل بشويه بشويه، راه كاين البلاصه اللي مازال ما وصلهاش، ولكن راه كونوا متاكدين، راه الوزارات كل
كلهم اللي معنيين بهذا الموضوع هذا راه تيقولوا لك بانها راه كاينه وموجوده وكافيه، ولكن الا خرجنا كلنا راه حتى حاجه ما تتكفينا. والله يخليكم شويه بشويه كل وحدين يخرجوا في النهار، واللي ما عندوش كاع علاش يخرج ما عنده ما يدير بهذا الشيء هذا، يبقى غير في داره راه هو في اطار الحجر الصحي ومحافظ على صحته وصحه الاقرباء ديالو وصحتنا جميعا. الى اللقاء.